بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم في العشاء ميليسا كهنة. اليوم بإذن الله حندير معكم خبز توابل ولا بان دي بيس. الوغ نسحق المقادير التالية. كنقولو بان دي بيس يعني عندنا توابل. التوابل هذه هي أولا عندي هذه اللي هي نجمة البحر، باردون نجمة الأرض، عفوا نجمة الأرض سي ليبيس دانيس، سي ليبيس دانيس. وعندي هنا العود تاع قرفه، وعندي هنا قرفه مرحيه يعني كميه مليحه، اون بون كويير ا كافي، مغرفه صغيره تاع قهوه معمره مليح بالقرفه، لا كانيل. عندي هنا شويه جينجامبر ولا شويه يعني نقولوا له سكنجبير، زنجبيل. وعندي هنا حبه حلاوه مرحيه، فوالا حبه حلاوه مرحيه. لي زيبيس نحب نقول لكم هنا بوفي يعني كل واحد يقدر يلعب في لي زيبيس كيما يحب. انا نعطيكم لي زيبيس يعني اسونسييل في البان دي بيس. بور لي زاروم تقدروا تدخلوا فيها لي زاروم، تقدروا ديروا دي ترونش دو سيترون ولا دي ترونش دورانج، دي ترونش تاع القارص ولا دي ترونش تاع البرتقال، حيعطيها ان تري تري بون كو. بيان سور لازمنا هنا العسل، هنا عندي كاس الا ربع تاع عسل، راهو خاطر مليح عسيله. وعندي كاس تاع الحليب، وعندي زوج حبات بيض، عندي الفارينه. دوك نزيد نحط لكم لا ليفور، وعندي هنا لا ليفور لازمنا دو ساشي. وعندي هنا لو سكر، هذا سي لو سكر رو. لو بان دي بيس لازم يجي بالسكر لو سكر رو ولا السكر معهم ولا لا كاسوناد. نسحقو كيف كيف ان فيغ كاس. دونك نزيدو هنا قلنا الخميره، عليك دو ساشي. نبدا ديريكتومون في الوصفه، نروحو نشعلو النار على لا كاسرول تاعنا. الوغ عندي كاس تاعي تاع الحليب، نديرلو كاس تاع العسل العسيله، نفرغها كامل. الوغ بعد ما درنا الحليب ولا سل، نهبطو هاد التوابل دفعة واحدة عفوا، ونحط لي ترونش دو سيترون تاعي. هنا قلتلكم تقدروا ديرو مام لي ترونش دورانج، يعطيوهم تانا ان كو هايل. ونخلي نحرك كامل هاد لو ميلونج، نخليه جوست يسخن يعني ما نخليهش يغلي، جوست نحسو بلي حاير في الغلية نحبس نطفي عليه هكدا. دونك انا نعطيكم لي زيتاب ايتاب ايتاب كيفاش نخدمو بان دي بيس، يخرج لكم من اروع ما يكون. بان دي بيس هو خبز كلاسيكي يتكل بزاف مع لي فرماج، تقدروا تاكلوه بوكو بلوس، يتماشى مع الروكفور، يمشي تري بيان. لي فرونسي ياكلوه مع الفواغرا، صافي ان تري تري بون انصامبل. كاين اللي تاعنا يحب يشربوا مع الحليب، كل واحد كيفاش. انا هنا الخليط راه سخن لي، جوست نحس لي زيبيس راهم دخلوا لي في هاد الحليب وهاد العسيله، باش يعني يبداو يعني فون ديفوزي لي غو تاعهم يعني لودور تاعهم، الرائحه تاعهم، يبداو يطلقوا الريحه تاعهم كي يسخنوا في العسيله والحليب. او ميم طون هاد لي ترونش دو سيترون رايحين يطلقوا لاغوم تاعهم. الوغ هنا سي بون، نشوفوا بلي راه بدا يسخن، غير يجي حير في الغليه نطفي عليه. الوغ نجي هنايا نكسر من جهه اخرى زوج حبات تاع البيض، نضربهم هكا نكسرهم شويه، وندير لهم ان فير كاس تاع لو سكر رو. قلنا السكر البني ولا لا كاسونات هو اللي نخدمو به لو بان دي بيس. هاوليك كاس، ونحرك مليح لو ميلونج هذا اللي هو السكر كاسونات مع زوج حبات بيض، نخلط مليح. الوغ لو ميلونج تاعي اللي حطيتو يسخن عفوا عفوا، نحيد له هذوك لي ترونش دو سيترون، ونحيد له هذاك الانيس اللي كانت فيه، ونحط
هاد الميلانج، نحرك هكا ونهبطو عليها هكا. Déjà, ça sent vraiment les odeurs d'aroma, les arômes, ça sent vraiment les épices. Là, déjà, allez, je crois que le com lazem tsakhnou l'asal ou le hlib باش هذوك les épices يتلقوا من الريحه تاعهم. Le parfum d'aroma شي يعني vraiment هايل. دوكا نحط لهم الفرينه والخميره ولكن نغربلهم. Alors la farine, عندنا هنا 250 غرام فرينة، 250 غرام. ما نقدرش نعطيكم بالكاس لأنه كل كاس يختلف الميزان على الآخر. أنا نعطيكم الوصفة إكزاكت اللي هي 250 غرام فرينة. اشروا هاد لي طاس تاع لي ميزور وخدموا بهم، يعني باش ما نغلطوش في المقادير. Alors نحطو هنا مع الفرينة توجور نحطو هكا لا ليفور ونخلط كامل هاد لو ميلونج. هنا نتحصل على ان ميلونج، هذا هو اللي حنفرغو في لو مولا كيك تاعي اللي ندهنو بالزبده ونديرو له. ضروري جدا، سي تري امبورطون باش ديروا له لو بابيي كويسون باش ما يلصقناش فيه. والفور تاعي راني جلي بريشوفي 180 دوغري، راهو يسخن. نفرغوا كامل في لو مولا كيك تاعي. فوالا هاوليك لو ميلونج، تري بون ميلونج، يعني واحد الروائح اللي راني نشم فيهم. يعني عشاق بان دي بيس على بالي راهم فاهميني. Des parfums vraiment un très bon goût. Je me mets dans le can, je suis là. Pour les gens qui aiment le mobile batter ou le mix ou le pétrin, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire ce travail avec le pétrin. Après, il y a une habitude de temps en temps de faire ça. C'est pour dire que il y a les recettes. Vous pouvez faire ça avec manuel ou là avec robot. Mais qu'est-ce qui est difficile? Avec لو ميلونج اللي نتحصل عليه تاع لو بان ديبيس. لي زودور فريمون حاجه روعه. الوغ هاوليك توجور بوغي كيما قلت لكم لو مول تاعكم. هاوليك نهبط الخليط تاعي هلا ونديه للفرن نطيبو على درجة حرارة 180 درجة. نخليه ما نفتحش عليه حتى يفوتو، نأكد مليح 20 دقيقة 20 مينوت ابخي لو فور ابخي ما تدخلو لو كيك تاعكم لو فور باش تقدرو تحلو عليه وتدخلو ان كوتو ولا حاجة يعني ماضية. لازم تخرج فريمون بروبر لو مول كيما عودتكم دايما كي تخدمو لو بان كيك توجور لو بابيي طلعوه للفوق. علاش؟ باش يقعد يطلع لنا للفوق ما يفيضناش يخرج لنا البرا. هذه من بين لي زاستيوس اللي دائما نعطيهم لكم اللي راهم يتبعوا معايا من الاول يعرفوا هاد لاستيوس. معليش نعاودوها اللي نلتحقوا بينا هاوليك باش دائما لو كيك تاعنا كي يطلع يفا باس ديبوردي يبقى دي ليميت. يعني هنا نديروا له شغل باغاج ما يقعد يطلع للفوق وما يجيناش خارج لبرا. نتلاقاو بعد ما يطيب لنا لو كيك تاع لو بان ديبيس تاعنا. بان ديبيس تاعنا هاوليك راهو حاضر، راهو واجد معنا. انا نحيتو من المول غير تخرجوه من الفوق، نحوه من المول يعني باش ما يعرق لكمش وخلوه يبرد تماما. شوفوه كيفاش جا، الله الله ما شاء الله عليه. والريحه ما نقدرش نعبر لكم على الاحساس تاع هاد لا سونساسيون تاع هاد الروائح العطره. عشاق لو بان ديبيس يفهموني تري بيان. الوغ لي تحب تزيد له لمسه خفيفه يعني ان كوت بانسو يعني فريمون ليجي تاع لا جولي، سينو سي با لا بين. لانه علاش؟ لانه هو مخدوم بالعسل، راهو مشرب، راهو معسل الداخل، يعني سي جوست هكا يعني ديكور يزين بهذا الشكل. تحبوا تزيدوا تحطوا له دي زاموند فيلي ولا دي كاكاوات، يبقى كيستيون دو جو. تقدروا تمشوا بادواقكم فيه كما حبيتو.
انا الان نقسم لكم دي ترونش تشوفوهم. بسم الله، خلوه يبرد تماما باش تقسموه. هنا هاوليك البان دي بيستانا، الرائحة زكية، دي زوديغ فغيمون، دي بارفان على اوتور كيما نحبوهم. تاكلوه كيما تحبو، كل واحد يمشي كيما يحب. كاين يحبو كيما قلت لكم بالحليب، كاين يحبو افيك دي فرماج، كاين يعني اللي يحبوه مع الادواق تختلف. نتوما بوفي يعني تمتعوا به في ادواقكم. هاوليك شوفوه بان دي بيس تاعنا، نحاول اني نقرب لكم باش تشوفوه كيفاش جانا الرائحة. سي دوماج ما نقدرش نلحقها لكم، هذا هو الشيء اللي خص من ارواح ما يكون. نتمنى ان شاء الله انه لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. عشاق بان دي بيس اللي طلبوه مني ان شاء الله جربوه وتكتبوا لي، وان شاء الله نشوف تطبيقاتكم على الجروب لي ديليس دو ميليسا، كاينه على الفيسبوك، صفحتي الرسميه على الفيسبوك اللي هي كويزيني افيك ميليسا كاهنه. في الاخير نقولكم ديروا اعجاب بالفيديو وانضموا الى القناه باش يلحقكم دائما الجديد. نقولكم الى الملتقى وحلقه اخرى من وصفات ميليسا كاهنه، وسلام.